السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، شاهدوا كيف كانت ردة فعل مواطن فلسطيني على كلمة النائب البرلماني الجزائري على فلسطين. تابعوا معنا هذا الفيديو. اقسم بالله يا اهل الجزائر انكم ابطال، والله انكم رجال. اسمع النائب، اسمع بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. القضية ليست قضية غزة لوحدها رغم الدماء الزكية ورغم ان اكياس الجثث اصبحت احتياج في غزة. غزة هي كرامة الأمة كلها وحصن العرب والمسلمين المتين، ولولا ذلك لما حشدت أمريكا بوارشها وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا. القضية ليست قضية قتل أطفال غزة فقط، بل هو قضاء على مستقبل الأمة وحرب إبادة للأمة. الأكيد أن غزة لن تداويهم كلماتنا، ولن تحميهم عواطفنا، ولن تؤمن جوعهم أمنياتنا، ولن تفك الحصار عنهم بياناتنا. نحتاج اليوم إلى قرارات دولة الجزائر العزة. نفوض القائد الأعلى للقوات المسلحة السيد عبد المجيد تبون خط أن يكون أو أن يضع فلسطين الولاية التاريخية السابعة للثورة الجزائرية، وأن لا يتم استقلاله، وأنه لن يتم استقلال الجزائر إلا باستقلال فلسطين وفك الحصار عنها. نطالب وبشدة كنواب للشعب نصرة لقضية فلسطين، وما يليق بمقام الجزائر ومواقفها التاريخية أن تنسحب من مبادرة سميت زورا بالسلام العربية، وهي مبادرة شرعنت للتطبيع العربية، والجزائر لا يليق بها أبدا أن تكون ضمن هذه المبادرة. هي حركات تحرر، هو الأمريك وأعوانها والمؤسسات الدولية المشرعنة. كنواب للشعب نطالب بأن يوجه مستقبلا أي دعم لفلسطين حصرا لا لغيرها، لأننا كنا نشيد بالدعم الذي يقدم للثورة لا للذي يقدم للحركة في الجزائر. نطالب من كل الدول العربية وعلى رأسها الجزائر أداء لدورها الريادي العربي التاريخي استغلال أوراق ضغطها، وعلى رأسها ملف النفط والغاز. إن غرس في فلسطين لا ينبت، وإذا نبت فإنه لا يثبت، فانتظروا إنا معكم من المنتظرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.